أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج إكسترا انتخابات، واللي بنتناول فيه نشاط الحملات الرسمية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي سيبدأ التصويت فيها للمصريين بالخارج في أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل. أما في الداخل ستجرى عمليات التصويت في أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر المقبل. على مر العصور كان الشعب هو صاحب الكلمة وصانع القرار. حررنا أرضنا وبنينا بلدنا واخترنا مصيرنا بقرارنا وكلمتنا، والنهاردة هنكمل الحكاية ونسطر ملحمة جديدة في الانتخابات الرئاسية، والحكاية هي كلمة الشعب. هتشارك؟ همشارك أكيد طبعاً. هشارك هشارك ونص كمان. هنشارك كلنا بإذن الله. هنشارك عشان مشاركتنا ليها تأثير إيجابي على صورتنا قدام العالم كله. الدنيا كلها بتحترمنا ولازم نحافظ على المكانة دي، عشان كده لازم نشارك. هنشارك إن شاء الله. نشارك. هنشارك. هنشارك علشان نكمل مسيرة الاستقرار اللي بدأناها من 10 سنين. عاوزين نكمل مشاريعنا اللي بنيناها بالجهد والصبر، عشان كده هنشارك. هنشارك علشان نحافظ على مؤسسات بلدنا اللي رجعت لنا اقوى من الاول. كلنا بنحلم بمستقبل افضل لينا ولبلدنا، عشان كده هنشارك. ان شاء الله هنشارك. كلنا هنشارك. كلنا هنشارك. هنشارك. هنشارك عشان الجمهوريه الجديده تكمل، ونقول لكل الدنيا ان ده حقنا. عشان مستقبلنا وحلمنا هننزل ونقول راينا. دستورنا اللي كتبناه بقرارنا واختيارنا بيمنح لكل مصري او مصريه بلغ 18 سنه الحق في انتخاب رئيس الجمهوريه بكامل حريته واختياره، وإذا كان ده حق دستوري لكنه دلوقتي أصبح واجب وطني. الانتخابات الرئاسية مش مجرد عادة ديمقراطية بنمارسها. الانتخابات واجب علينا كلنا، عشان بنختار شخص هيقود مسيرتنا وهيتكلم قدام العالم كله بلسان مصر. عشان كده لازم نشارك. هنشارك. 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 الكلمة بدأت من هنا وهتلف كل شوارع مصر، عشان دي بلدنا وده مصيرنا. هنشارك. وهنقول لكل العالم هنشارك وهننزل عشان حقنا وحق بلدنا علينا. إن شاء الله هنشارك. 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 هنشارك وتحيا مصر. أنا عايزكوا تظهروا للعالم إن هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة. إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاجة. ولما الناس كده كلها تشوف في العالم كله إن كل المصريين نزلوا أي ما كانت النتيجة، هتسعدنا كلنا لأنها هتشرفنا وهتشرف بلدنا. هنشارك. أمانة العمل الجماهيري، حزب مستقبل وطن. تبدأ عملية الاقتراع المباشر للمصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية في أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل، من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بتوقيت كل دولة، في 137 سفارة وقنصلية ب 121 دولة حول العالم. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت انتهائها من جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد، حيث أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. بنتحدث عن نسبة كبيرة للغاية من المصريين في الخارج يحق لهم الانتخاب في هذه الانتخابات الرئاسية، توقعاتك لنسب المشاركة دكتور أشرف؟ هو طبيعة المصريين منذ طبعا التعديلات الدستورية والسماح لهم في الخارج إن هم يشاركوا في العمليات السياسية في مصر، هم طبعا عندهم التزام وطني مهم تجاه بلدهم الام. ممارستهم للعمليه السياسيه في الدول الغربيه مثلا او في الولايات المتحده او كافه دول العالم بتديهم فرصه ان هم يكونوا عندهم تدريب سابق وفهم لمدى معنى الوطنيه
اللي بيحس بها كل مصري خارج وطنه. أنا أفتكر إن الأشياء التي قامت في مصر، التنمية، التطورات المهمة للسياسة المصرية، لبزوغ دور مصر بشكل كبير وبارز، دي هتكون يعني نقطة فارقة لأن يتمسكوا بهذا المسار والحفاظ عليه، باعتبار إن هم بيأكدوا على جملة مهمة إن دايما إرادة الناس هي اللي بتجيب الحاكم، وده بيدي منظور مهم لشكل المصريين أمام المجتمعات الغربية. وفي تصوري أيضا إن التحديات الأمنية اللي بتواجه مصر الآن ودورها المهم في طبعا وقف الصراع ودعم الفلسطينيين بيتطلب إن عملية سياسية في انتخاب رئيس الجمهورية، دي عملية مهمة في هذا الوقت بالذات للتأكيد على أن مصر تكمل وتكمل دائما استحقاقاتها الدستورية من حق الترشيح وحق الانتخاب وحق تولي المناصب العامة. ده بيدي شكل مهم أمام العالم، وخصوصا في 137 في 121 دولة، 137 قنصلية وسفارة. ده بيعكس أمام الشعب والشعوب الغربية أو الأمريكية أو العالم المصريين مهتمين بالعملية السياسية، خصوصا بعد ما سمح لهم الدستور كلهم دور ومشاركة معنا. صحيح. خليني أنا أسألك دكتور أشرف، يعني فيما يتعلق بإعطاء المصريين في الخارج حق الانتخاب، أيضا ما يتعلق بإعطائهم أماكن في المجالس النيابية تمكنهم في العديد من الأماكن والمناصب، إلى أي مدى كل هذه الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدولة للمصريين في الخارج يعني تعطيهم دعما أكبر لعملية المشاركة؟ دي طبعا مبادرات دستورية سياسية بتعمق فكرة الارتباط بين الدولة الوطن، الدولة الأم، وكافة أبنائها في كافة دول العالم. ودي كانت نقطة يعني في منتهى الأهمية لمن أعطاها هذا الزخم ومن وقف وراء هذا التعديل أو أوجده. وأنا يعني تبعت هذا في تواجدي في الولايات المتحدة الأمريكية، بأن المصريين يعني بدأوا يحسوا بعد هذه التعديلات الدستورية المهمة أنهم بقوا جزء من الوطن وخايفين عليه ويحاربوا ضد أي شيء يضر مصر أو يقف ضد مصر أو يهز من سمعة مصر. يعني العملية السياسية لما بتتكرر وبتاخد يعني ميراث بقى بيرجع لميراث الديمقراطية وميراث الممارسة السياسية وميراث المشاركة، في تحول كمان في دور وزارة الخارجية المصرية في الفترة الأخيرة دي. صحيح. يعني بدأ إن هم يبقى عندهم سماع لفكرة المسؤولية المكلفين بها من قبل رئيس الدولة إن هم يهتموا بكافة المواطنين اللي موجودين في الخارج، لأنهم هم جزء من الوطن ومكلف عليهم أن يقوموا بهذا العمل. وعلى فكرة حصل فيه تحول من الطاقة الإيجابية اللي بيقدمها كل الدبلوماسي في خارج مصر الآن. يعني تسهيل العملية السياسية أو العملية الانتخابية دي منارة كويسة جدا للدبلوماسيات والقنصليات المصرية، إن فكرة الانتخاب بيتم بسهولة إزاي. وأنا شاركت بنفسي في انتخابات، أول انتخابات رئاسية لجمهورية مصر العربية في البحرين، ولا أخفيك يعني كان شعور رائع إن أنا كنت في دولة في مملكة البحرين وشفت قد إيه سهولة العمل وإن إحنا نقوم بعملية التصويت وكان المصريين موجودين. كان إحساس رائع إن أنت بتتفخري بكونك مصري بتمارس العملية السياسية سواء في البحرين أو في لوس أنجلوس أو في أي مكان في العالم. هو ده بيدي انطباع رائع لأن العالم بيشوف المصريين هم خايفين على بلدهم، خايفين على سمعتها، عايزين يقووا دايما بناءها السياسي والدستوري، إنهم هيقولوا كلمتهم، إرادة شعب بتختار الحاكم. دي مهم كمان قدام مجتمع أمريكي مثلا في ظل الأزمة بتاعت غزة، ده مهم إن هو يشوف المصريين في كافة الولايات المتحدة الأمريكية يقوموا بهذا الدور، لأن ده دور مساند للقضية الفلسطينية إن احنا ننتخب الرئيس ويظهر ان في نزول في الشارع. وده يعني رسالة كمان انا بقولها كخبير
للمصريين كمان في الداخل حينما يأتي يوم 10 و11 و12. التحديات اللي بتواجهها مصر كبيرة وعظيمة وتحتاج إلى بناء لدولة، وده بيتطلب إن يكون في مسؤولية. السلبية في إن الناس ما تنزلش أو حد يقول لك نتيجة هتبقى شكلها إيه مقدما، دي كلها رسائل سلبية ليست إيجابية. انزل واختار من تراه مناسبا من المرشحين المتقدمين لمنصب الرئاسة وادلب دورك، بس أهم حاجة تبان قدام الداخل والخارج إن المصري أو المصرية قامت بدورها اللي هو مهم ومساند للعملية التنموية والعملية السياسية وللتحديات الأمنية والأمن الإقليمي والحفاظ على استقرار العالم العربي والحفاظ على فلسطين. أنا أفتكر كل القضية دي مرتبطة مع بعضها، وده بيتطلب نظرة لمواطنة مسؤولة ليست بالكلام ولكن يجب أن تكون بالفعل. نعم. وأنا أفتكر أن أيام الفعل سواء في الخارج أو في الداخل هو ده البرهان الحقيقي على ارتباط المصريين ببلدهم. صحيح. طيب أستاذ أشرف، يعني لو بنتحدث عن المصريين في الخارج يا دكتور، إيه أهم اهتماماتهم؟ إيه اللي بينظروا إليه من الانتخابات القادمة أو بينتظروه؟ هو طبعا المصريين دايما بيشوفوا يعني كل تقدم بتحققه الدولة المصرية في إعمار مصر وتوسع مصر بيفرحهم. يعني هو لما كان بينزل زمان في مطار القاهرة كان يشوف تجمعات كده بسيطة حول العاصمة أو حول النيل. دلوقتي المدى الكبير للعمران والتنمية والمحاور والطرق وسيولتها دي من أكثر الحاجات اللي أنا بديت يعني تلفتني حتى وأنا ببقى برا مصر. الناس بتشوف منتجعات، أماكن للسياحة وأماكن الحركة السريعة، إن هم يقدروا يشوفوا أهليهم لما يبقوا جايين من الغربة بيتحركوا بسرعة زي شكل الانتقالات، البنية التحتية شغلهم برضو فكرة إن الدولة المصرية في الفترة الأخيرة شرعت في فتح محاور للتنمية بين من صعيدة مصر إلى شرق مصر غرب مصر، ففي حركة للعمران وبحث عن خلق وظائف الدولة قامت بيها. ما تكونش كانت الوظائف كانت متمركزة في القاهرة وأجوارها أو في بعض محافظات الوجه البحري، بل أصبح نرى في بني سويف وسوهاج والصعيد. ده قوة للدولة المصرية ومركزية قرارها بأنها تفتح مجالات متوسعة للتنمية. حياة كريمة لما تصل إلى الريف المصري، لأنه هو يمثل كالمدينة كالقاهرة عمق للدفع بكل الطاقات والمواهب المصرية، الصحة، الكشف على المصريين، العلاج الكبد يعني فيروس سي، دي أشياء كان ما فيش حد كان يقدر يتخيل انها كان ممكن كمصري في الخارج بيشوف يقول لك واو. هذه ابداعات حصلت في فتره قصيره لدوله كانت بتقوم من رماد بكل الحركات الارهابيه وما حدث. نعم. طبعا في 2013 و12 ده ادى للمصريين امل في بلدهم ان هم في الخارج يقولوا لا، دي في احنا هنا بنحب نيجي مصر وبنحس بالامان وأمان لعيالنا وإن احنا نقدر نعيش في مصر. نعم. حتى لو فترة شهر أو شهرين. نعم. طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل ومتابعة. دكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية لقناة إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة وعدد من الوزراء. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.
عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، بحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه في هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الراهنة ويضمن حماية المواطن من الآثار السلبية لتلك التقلبات، مع تعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي. أنهت السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج استعداداتها لعملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 التي ستنطلق بالخارج بعد غد الجمعة في الساعة 9 صباحا بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة 3 أيام في 137 مقرا انتخابيا في 121 دولة. هذا واستعدت المقرات الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المصريين بالخارج لإدلاء بأصواتهم والقيام بواجبهم الوطني الذي كفله لهم الدستور. هذا وقامت غالبية السفارات والقنصليات بنشر صورة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك عبر الحسابات الخاصة بالسفارات على مواقع التواصل ومواقعها الإلكترونية، مما يسهل على أبناء الجاليات الاطلاع على كافة الإجراءات والتفاصيل والتيسيرات المتاحة خلال عملية التصويت. كما أعلنت معظم السفارات عن مقار اللجان الانتخابية الفرعية والتي تتواجد في مقار السفارات والقنصليات، وأهابت بأبناء الجاليات المصرية لأداء واجبهم الوطني بالمشاركة في التصويت، مع التذكير بضرورة حمل جواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومي حتى يتسنى للجنة الانتخابات الفرعية التأكد من تمام تسجيل الناخب بقاعدة البيانات ومن ثم أحقيته في الانتخاب. الجاليات المصرية داخل فرنسا متواجدة دائما في الاستحقاقات الوطنية، وأعلن عدد من أبناء الجالية المصرية في فرنسا مشاركتهم في عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. عندما تتجول في شوارع العاصمة الفرنسية باريس وبرغم برودة الطقس وظروف الغلاء، فإن الحديث عن مصر هو الملاذ لأبنائها الباحثين في الغربة عن قليل من الدفء والطمأنينة. دي حاجة مذكورة في القرآن وعمرها ما تبقى تحت، هنطلع وهنطلع وهنوصل وتحيا مصر. دي مرحلة مهمة جداً، وإن شاء الله هنروح طبعاً القنصلية إن شاء الله المصرية بمصرية هنا، معظمنا أو كلنا هيشارك إن شاء الله. شعبنا هنا في أوروبا بالذات بنحس دايماً إن لابد ندي صوتنا للي هو قادر على القيادة. لا تنجح ضغوط الحياة خارج الوطن في إلهاء المصريين هنا عن التفكير في شؤون بلادهم، خاصة في الأوقات الصعبة كتلك التي يعيشها أهلهم وإخوانهم في المنطقة. أنا عن نفسي هنا في مارسيليا أو في جنوب فرنسا زي ما بيقولوا، بإذن الله هنيجي يوم 1 سبتمبر 1 ديسمبر
وننتخب، وناس كتير قوي 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 هنا في مرسيليا هيجوا ينتخبوا باذن الله، وربنا يوفق لمصلحه البلد يا رب. اللهم امين يا رب. بالنسبه للانتخابات القادمه ان شاء الله هنطلع مسمار الدولات والاتوبيس، بالاتوبيس ونجمع كل المصريين اللي موجودين ونصوت في الانتخابات يوم 1 و2 و3 ديسمبر باذن الله. لا يقتصر الامر على العاصمه وحدها، مدينه ليون واكس اون بروفونس تستضيفان عشرات الطلبه والدارسين المصريين، جميعهم يحرصون على التواصل مع القنصلية المصرية بالجنوب الفرنسي. هذا زملائي في كوت دازير للوجود في الانتخابات 1 و2 و3 ديسمبر. صدق أمانة لدعم الاستقرار والأمان اللي احنا فيه. تحيا مصر، تحيا مصر. مصري الجنوب الفرنسي بمرسيليا ونيس وإمارة موناكو، وبالرغم من تواجدهم بأجسادهم خارج مصر إلا أنهم يؤكدون أن قلوبهم لا تزال في أم الدنيا. لمست من خلال مشاركتي في عدد من الاحتفاليات والأسواق قد إيه الناس اللي هي راجعة من مصر حاسة بأن هي في تطور كبير جدا في مجال السياحة والطرق، وأن هي حاسة بأمان، وأنا حاسة بإقبال السائح الفرنسي على أنه هو يرجع كذا مرة لمصر، وده طبعا لمسناه من خلال تطوير قوي جدا في مجال السياحة في مصر والطرق والأمن، طبعا محافظة على الأمن والأمان للسائح. وأنا هنزل إن شاء الله يوم 1 و2 و3 ديسمبر أشارك في الانتخابات هنا في باريس في السفارة، وطبعاً تحيا مصر. الانتخابات الرئاسية في مصر هي واحدة من الاختبارات التي ينتظرها المصريون في فرنسا ليثبتوا من خلالها أنهم وإن غادروا الوطن فإن الوطن لا يغادرهم. يوم 1 و2 و3 إن شاء الله هيبقى يوم جمعة وسبت وخمسة، يعني أجازة ويكند، فكل يتواجد هناك إن شاء الله. طبعاً صوتنا أمانة، وده حق مصر علينا إن إحنا نكون متواجدين نختار ونقرر. للمزيد من التفاصيل بينضم إلينا الآن عبر الهاتف أستاذ محمد مصطفى أبو شامة الكاتب الصحفي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. حضرتك دعني أبدأ معك بتوقعاتك لانتخابات الخارج يا فندم. الحقيقة قبل ما أكلم حضرتك عن توقعات الانتخابات الخارج، خلينا نكلم حضرتك عن أيام الانتخابات الرئاسية بشكل عام. هي أيام مشهودة في تاريخ مصر المعاصر لأنها بتمثل ضلع متمم لعملية الإصلاح السياسي اللي توجت مسار التنمية السياسية في مصر في العامين الأخيرين. الحقيقة الدولة أدت ما عليها في تنظيم انتخابات تبدو نزيهة حتى اللحظة في كل التفاصيل، وده مش بشهادتي بالمناسبة، ده بشهادة العالم كله، تقارير إعلامية كتير بتتكلم عن ده. كمان النخب السياسية في مصر أدت دورها بشكل فعال، سواء بمشاركتها في الحوار الوطني اللي سبق الانتخابات أو في تقديمها لمرشحين من العيار الثقيل، يعني ارتقوا لقيمة المنصب وأهميته. يبقى الضلع الثالث اللي احنا بصدده وهو دور المواطن، ودور المواطن بيتحقق بالمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات واللي هتبتدي إن شاء الله بالمصريين بالخارج. خليني بقى أكلم حضرتك عن هذا القطاع المهم اللي هو يعني قطاع فاعل جدا ومؤثر جدا في النسيج الوطني المصري. وإذا كان حق المصريين في الخارج في التصويت رجع لهم بحكم قضائي سنة 2011، فخليني أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين إن حقهم في الانتماء للوطن رجع لهم بإعادة وزارة الهجرة والمصريين في الخارج اللي رجعت سنة 2015، واللي ما كانتش عودة شكلية لوزارة في حكومة، لكنها كانت عودة لوزارة فاعلة وعصرية، وقامت بأنشطة كبيرة جدا خلال السنوات الثمانية الماضية، نجحت في أنها تخلق جسور قوية بين المصريين في الخارج وبين وطنهم، وحصل تواصل كمان ما بين الأجيال الثانية والتالتة للمصريين في الخارج اللي يمكن كانوا بعاد تماما عن مصر وعن كل ما يتعلق بالوطن الأم لسنوات طويلة. هذه المسائل مهمة جدا ان احنا نضعها امامنا واحنا بنتكلم عن المصريين للخارج
ومشاركتهم في الانتخابات القادمة. الحقيقة مشاركتهم في الانتخابات القادمة هي رابع مشاركة في انتخابات رئاسية. صحيح. نسب تصويتهم في المشاركات السابقة أولا يجب أن احنا نتعامل معها بحذر وما يكون مش مقارنتها بأي شكل من الأشكال مع نسب تصويت المصريين في الداخل لعوامل كتيرة جدا، منها أن حداثة تجربة التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج، حداثة التواصل معهم وتنمية العلاقات معهم وتنمية علاقتهم وشعورهم وإدراكهم لمشكلات وهموم وأجندة التحديات اللي بتواجه الوطن الأم اللي هي مصر. كل هذه العوامل بتخلينا نتعامل يعني بمنطق مختلف شوية عن تعاملنا مع تصويت المصريين في الداخل. الحقيقة المؤشرات كلها بتؤكد إن شاء الله بإذن الله إن المصريين في الخارج يعني هتكون نسب تصويتهم مختلفة عن آخر انتخابات شاركوا فيها، ويمكن ترتفع وتعود إلى نسب التصويت اللي حصلت في سنة 2014 على سبيل المثال اللي هي كانت أعلى نسب تصويت في الولاية الأولى للرئيس الحالي. الحقيقة من مؤشرات المشجعة على ذلك هو حالة الوطنية والمشاعر الوطنية المتنامية لدى عموم المصريين وعموم العرب في العالم كله بسبب الأحداث في غزة اللي بقى لها حوالي دخل على شهر الثاني تشرين الأربعاء ينتهي. ده خالق حالة من تنامي المشاعر الوطنية عند عموم المصريين في الخارج وفي الداخل وفي كل أنحاء العالم، وده يمكن بيخلي إحساسهم بالوطن مختلف شوية ورغبتهم في نصرة الوطن ودعمه بكل الأشكال الممكنة متحققة، وده يمكن يخلي نسب التصويت أفضل. كمان لا. الإجراءات الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة ووزارة الخارجية عاملة جهد كبير جدا في تيسير المسائل التصويت وفي تيسير كل ما يتعلق بالأمور الانتخابية المتعلقة بالمصريين في الخارج، ويمكن دي تاني انتخابات بعد 2018 اللي بيتم فيها تسهيل المسألة بشكل كبير على المصريين عشان تشجيعهم لأن هم يروحوا للتصويت، وخصوصا بعض المصريين في الخارج عندهم مشاكل في الأوراق سواء البطاقات أو الجوازات وحاجات زي كده، فالمسألة دي تم حلها بشكل كبير. وكمان التسجيل المسبق اللي كان بيشترط في انتخابات سابقة سواء 2014 أو 2012 تم يعني تجاوز هذا الأمر، وبقى الذهاب مباشرة للتصويت في اللجان بيحقق نفس الهدف صحيح. ونفس النتيجة. طيب أستاذ محمد خليني أقتبس من كلام حضرتك فيما يتعلق بالوطنية تحديدا، يمكن المصريين في الخارج وأيضا لحداثة عملية التصويت كما تفضلت بالذكر أو الحق الانتخابي لهم في الخارج بشكل أو بآخر، يعني لأنهم بعاد يعتبروا عن الدولة الأم نظرا لظروفهم ومعيشتهم في الخارج، إلى أي مدى ده أيضا بيعطيهم نوع من أنواع الوطنية لضرورة المشاركة؟ الحقيقة البعد المكاني والجغرافي ليس بالضرورة بيخلي الناس تبتعد عن إحساسها وإدراكها للتحديات اللي بتواجهها الوطن الأم. الميديا وسهولة الاتصال والتواصل وسهولة الانتقال كمان بوسائل السفر المختلفة، وكمان لو حضرتك يعني بصينا على إحصائيات تواجد المصريين بالخارج هنجد أن يعني إذا اعتمدنا على الإحصائيات الرسمية لوزارة الهجرة بنتكلم على 14 مليون صحيح. بنتكلم على أن 70% منهم موجود في المنطقة العربية، فالتواصل الإنساني والمشترك أعتقد أنه قريب جدا، فإحساس المصريين بالخارج يعني في يعني تواصل حقيقي بينهم وبين الوطن بشكل كبير. يمكن انا اقصد من سؤالي شيء اخر استاذ محمد، يمكن كنا بنستمع دلوقتي الى حديث بعض المصريين في الخارج في مختلف الدول سواء كانت العربيه او في الاجنبيه، وتحديدا كنا نستمع الى حديث المواطنين من فرنسا كانوا بيتحدثوا انه رغم بعد المسافه فكره اعطائهم حق الانتخاب ده يعني بينمي عندهم الوطنيه بشكل او باخر، وفكرة عملية التصويت أيضا يعني رغم بعد المسافة ولكن شيء وطني بالنسبة لهم، أو إعطائهم حق الانتخاب ده بالنسبة لهم بينمي أيضا الروح الوطنية. أستاذ محمد، هي البذرة الأولى لإحساس الانتماء عند أي مواطن في العالم هو قدرته على المشاركة في صحيح. صناعة مستقبل بلده، والتصويت كان حق مهم جدا أنه يعني وجد للمصريين في الخارج، وكمان ما تم إنجازه للمصريين في الخارج خلال السنوات الماضية يعني هو شيء مهم وشيء عظيم يجب أن يعني ندرك قيمته، وهو ده اللي مخلي فيه فعالية حقيقية بتتزايد مع الوقت بين مصر وبين أبنائها في الخارج سواء بـ يعني اللي بيحصل
بان هم عندهم حق في التصويت وان في تذليل للعقبات اللي كانت او تيسير للامور عشان يقدروا يشاركوا بشكل فعال في المشاركه في صناعه مستقبل بلدهم. كمان احساسهم خلال السنوات الماضيه بان وطنهم الام بي 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 بيتصل بيهم او بيتواصل معهم عبر جسور مختلفه واستحداث اليات عصريه من مبادرات. يعني لو عددت لحضرتك عدد المبادرات اللي بتتم، لو عددت لحضرتك مدى اهتمام الحكومه اللي كانت في يمكن يوليو الماضي كانت عامله مؤتمر للمصريين بالخارج وكان حضره رئيس الوزراء، حاله اهتمام كبيره جدا. مصر ادركت في السنوات الاخيره ان المصريين في الخارج قوه ناعمه كبيره ومؤثره وفاعله في صناعه مستقبل البلد. مصر بتستعين بعلمائها في الخارج وبيشاركوا في صناعه التنميه وفي صناعه الخطط اللي الدولة بتنتهجها من أجل نهضة البلاد. فكل هذه العوامل أشعارت المصريين في الخارج في السنوات الأخيرة بانتمائهم الحقيقي للبلد، وده هينعكس بشكل كبير على نسب تصويتهم في الانتخابات اللي بنتمنى إن شاء الله أنها تكون مشاركة حقيقية. زي ما وضحت لحضرتك في بداية الكلام أن المشاركة هي الضلع المتمم لاستكمال مسيرة التنمية السياسية اللي واصله لمرتبه مهمه جدا والليفل، يعني نتمنى ان احنا يعني تكتمل المساله بيه، لانه هو هيدي صوره وانطباع مهم جدا للعالم عن مدى التطور الديمقراطي اللي بيحصل في مصر اللي شفناه خلال الفتره الاخيره بتنظيم انتخابات بهذه الجوده الديمقراطيه كما يصفها الغرب، من وجود مرشحين متنافسين، من وجود نزاهه وحياد ويعني كل الامور التي تنطبق على المعايير الديمقراطيه السليمه. اعتقد ان هذه الانتخابات ربما تكون الاولى في تاريخ مصر الحديث اللي بتتم بهذه الجوده، وبتتيح يعني هذه الجوده بالمناسبه هي من العلامات اللي بتدينا طمانينه لان المصريين اللي في الخارج هيتشجعوا لان في تنافس حقيقي ما بين مترشحين انتخابات ديمقراطيه حقيقيه بتقدم لمصر شهاده مهمه جدا في مسار التنميه السياسيه اللي صحيح. بيتحقق خلال السنوات الماضيه. انا الحقيقه بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على هذه المداخله الاستاذ محمد مصطفى ابو شامع الكاتب الصحفي، كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك. داخل اليونان الجاليه المصريه لها حضور بارز دائما في الاستحقاقات الدستوريه، نتابع المزيد في سياق هذا التقرير. أثينا، يشعر المصريون هنا بالألفة، فالقواسم المشتركة بين الشعبين كثيرة ودفء المعاملات يخفف آلام الغربة. لا حديث بين المصريين في اليونان هذه الأيام غير الانتخابات الرئاسية، لذا لم تجد السفارة المصرية أي عناء في دعوة عدد منهم لاجتماع عنوانه العريض الواجب الوطني. استضفنا أبناء الجالية المصرية في أثينا ورموز وقيادات الجالية في حوار دائما بنتحاور معهم، لكن هذا الحوار في هذه المرة تناول الاستعدادات الخاصة بالانتخابات الرئاسية. استفسر أبناء الجالية عن الأمور المتعلقة بالانتخابات وكيفية الإدلاء بالصوت الانتخابي وكيفية الحضور وتوقيتات الحضور، وأبلغناهم بهذه التفاصيل، وكانت فرصة أيضا لنا نحن نطلع على الكثير من الأمور الخاصة بالقضايا التي تهمهم والمشاكل التي تهمهم وكيفية دعمهم وكيفية أيضا تسهيل كل ما يلزم ليهم من أمور. السنة دي الانتخابات دي لها شكل تاني، احنا بنختار الرجل الموقف الحالي يستدعي تواجده، احنا بنعيش وقت صعب. يعد المصريون هنا الأيام والساعات مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي الأهم في هذه المرحلة، يثبت أن قوة التأثير لا تقاس بالعدد ولكن بمقدار الانتماء والإخلاص للوطن. كان حقيقي لقاء بناء ولقاء مثمر جدا، قال لنا سعادة السفير إيه الإجراءات اللي هتتم بشأن الانتخابات القادمة، وكلنا طبعا بنتمنى ان كل الجاليه المصريه، وهو حقيقي سهل لنا موضوع ان الاولاد هيجوا ازاي، الموجودين في اليونان هيجوا وينتخبوا. احنا اخذنا على النظام في الانتخابات في اليونان ان كل واحد لازم يدي بصوته، ما ينفعش ان اي حد يسيب صوته كده يروح هباء، يعني يروح حاضر في اي حته تانية. الكل ملاحظ ان مصر بتتقدم الى الامام بتغيير كبير خالص ملحوظ من العالم كله،
ونتمنى أن مصر تستمر وتعلى أكثر وأكثر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير بعده عودة لاستكمال هذه الساعة. مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم مرة أخرى في إكسترا انتخابات. أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مشتركة تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال بعثة رسمية بمختلف مراحلها وإجراءاتها وحتى صدور النتيجة النهائية الرسمية لها. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد بادرت إلى تقديم الدعوة إلى جامعة الدول العربية للمشاركة ببعثة رسمية لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 والتي ستجرى خارج مصر أيام الأول والثاني والثالث من ديسمبر المقبل وداخل البلاد أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر، وذلك في إطار حرص الهيئة على مشاركة أكبر قدر ممكن من المنظمات والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية في متابعة الاستحقاق الانتخابية إيمانا منها بأهمية الدور الذي تطلع به وأن هذا النوع من المتابعة يمثل جزءا مهما من العملية الانتخابية فضلا عما يحققه من إمكانية الاستفادة بأية ملاحظات قد ترد في تقارير المنظمات. هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالدعوة الموجهة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات مؤكدا الحرص على تلبيتها والتعاون المثمر مع الهيئة وتقديم ما يلزم من أوجه مساعدة ممكنة. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. استكمال كل الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. التزام السفارات والقنصليات بتوفير التجهيزات اللازمة والأدوات الحديثة لدعم وتسهيل العملية الانتخابية. تهيئة الأجواء المناسبة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. تسهيل عملية تصويت المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات. توفير أماكن مناسبة لاستقبال وانتظار المواطنين وتجهيزها بالشكل المناسب لضمان راحة المواطنين. وزير الخارجية تفقد الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج بسفارة مصر في باريس. الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كل الاستعدادات اللوجستية لبدء ماراثون الانتخابات الرئاسية في الخارج. التأكد من جاهزية المقر الانتخابية من بعثات وقنصليات وتسليم صناديق الاقتراع واللوجستات اللازمة للسباق الرئاسي. توزيع أجهزة مسح إلكترونية لاستخدامها في إدخال بيانات الناخبين وصناديق الاقتراع. تخصيص قاض لكل صندوق وتحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات. استعدادات الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج. قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بزيارة الكنيسة الكاثوليكية بالأمس، وخلال الزيارة التقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق وأعضاء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في مصر. هذا وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر للكنيسة الكاثوليكية على الاستقبال مثمنا الدور الروحي وكذلك الدور الخيري والإنساني الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في مجال رعاية الفقراء وتوفير العون للمنكوبين والمهاجرين وتوفير الرعاية الصحية والتعليمية للأفراد وعمليات الإغاثة والإنقاذ ودعم الرعاية الاجتماعية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير المراكز التعليمية والتدريبية للشباب وتأهيلهم للقيادة. أشار فوزي إلى أن الكنيسة الكاثوليكية
في مصر حاضرة وبقوة في الخدمة المجتمعية، فضلا عن القيمة الروحية والدينية للكنيسة. وقد استطاعت الكنيسة الكاثوليكية أن تكون جزءا من النسيج الوطني وجزءا أصيلا فيه بالمواقف الوطنية، سواء في عام 2013 أو في أحداث فلسطين الجارية. وهذا أمر معروف عن الكنيسة ومجتمعها لصنع السلام واهتمامها البالغ بمجالات الحوار وبناء السلام المستدام. هذا وأكد فوزي خلال اللقاء أن المرشح الرئاسي يدعم المواطنة، وأن الدستور المصري احتفى للأخوة المسيحيين بحقوقهم في الاحتكام في شؤون أحوالهم الشخصية وشرائعهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية إلى شرائعهم الخاصة، كما صدر قانون بناء وترميم الكنائس. هذا وختم المستشار محمود فوزي مؤكدا على أننا في ظروف دقيقة للغاية، وتحتاج منا هذه الظروف إلى التكاتف والدفاع عن قرار مصر وعن الأمن القومي المصري، مشيرا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري. من جانبه قال البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، قال إن الكنيسة لديها دور في العمل الاجتماعي للتكوين والتوعية والتنشئة، وضمنها أن يهتم المواطن بدوره الوطني وأن يدلي بصوته في الانتخابات، وهذا ما ينصح به الشباب دائما في كل مناسبة، مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن القيادة السياسية ما زالت تقود عجلة التنمية، مؤكدا أنهم يحرصون على تنمية روح الولاء للطلاب في المدارس. عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر اجتماعا بالأمس مع أعضاء أمانة المجالس المحلية المركزية لحزب الشعب الجمهوري بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة. حضر الاجتماع المرشح الرئاسي حازم عمر واللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام للحزب والمنسق العام للحملة الانتخابية والنائب محمد وفيق عزت أمين أمانة المجالس المحلية المركزية بالحزب والأمناء والأمناء المساعدون لأمانات المجالس المحلية بالحزب في المحافظات. هذا وأكدت الحملة أن اللقاء تناول خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج والتي تتعلق وتهم الشارع المصري. من جانب آخر، استقبل قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد المرافق له. وعبر وفد الحملة بقيادة المرشح الرئاسي فريد زهران عن خالص تقديرها للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية، كما أوضح المرشح الاهتمام الكبير الذي يوليه البرنامج وكل الأحزاب الشريكة في الحملة لأهمية ترسيخ مفهوم المواطنة. وقد ناقش اللقاء التاريخ الوطني والخدمي العظيم الذي تقوم به الكنيسة المصرية ودورها البارز بما تملكه من كنائس خارج القطر المصري كقوة داعمة للدولة المصرية وخارجها. وعبر قدسته عن أمنياته للمرشح الرئاسي بالتوفيق، مؤكدا على أهمية المشاركة في الانتخابات من قبل من لهم حق التصويت، الأمر الذي يسهم في بناء الوطن. حضر اللقاء المرشح الرئاسي فريد زهران والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، ومن الحملة الانتخابية المهندس باسم كامل مدير الحملة والنائب إيهاب منصور والنائبة أميرة صابر والنائب فريدي البياضي والنائب أحمد الإناوي ودكتور إيهاب الخراط ومعتز الشناوي والدكتورة أميرة فؤاد. في سياق متصل، تعقد الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة مؤتمرا انتخابيا يوم الجمعة المقبل بالقاهرة. هذا وأعلن النائب بعيد هيكل المنسق العام للحملة أن المؤتمر سيشهد حضور القيادات السياسية والشعبية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ونواب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ. للمزيد من المتابعة بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا يا فندم، مساء الخير.
مساء النور. نحن على بعد أيام قليلة من بدء الانتخابات في الخارج، نسبة كبيرة الحقيقة من المصريين بالخارج من يحق لهم التصويت، كيف نتوقع أن يكون المشهد؟ يعني طبعا زي ما حضرتك قلتي كده، تفصلنا فعلا أيام قليلة عن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية 2024 اللي هي جولة تصويت المصريين في الخارج. وكما تعلمي حضرتك احنا عندنا 137 لجنة انتخابية في 121 دولة. أنا بقول هذه الأرقام ليه؟ لأنه واضح جدا أن هناك جهدا كبيرا يبذل من الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة التجمعات الخاصة بالمصريين في مختلف أنحاء العالم، وده حرصة من الدولة المصرية الحقيقة على أنه كل مصري مهما كان موقعه أن يشارك في اختيار رئيس الدولة لمدة 6 سنوات. أعتقد أن الاهتمام واضح جدا بانتشار اللجان الانتخابية بعدد الدول، حتى حين تتحدثين عن استراليا وتتحدثين عن نيوزيلندا وتتحدثين عن المملكة العربية السعودية، تتحدثين عن المغرب، يعني تتحدثين عن مناطق جغرافية متعددة وصل إليها الإشراف القضائي الكامل على اللجان الانتخابية، ووصلت إليها كافة اللوجستيات لضمان تيسير إجراءات الإدلاء بالصوت، وضمان أيضا أن يدلي المصريون بأصواتهم في حرية تامة بما يعكس نزاهة العملية الانتخابية. ده كله بيؤشر إليه، بيؤشر إلى أنه مصر دولة مؤسسات، ومصر حريصة على إتمام هذا الاستحقاق الانتخابي في أبهى صورة ممكنة. طبعا احنا داخلين على ما يطلق عليه الصمت الدعائي، والصمت الدعائي الحقيقة يعني هو فرصة للناخبين علشان يبقى عندهم يعني إمكانية للمفاضلة بين المرشحين المتقدمين لمنصب رئاسة الجمهورية وفق معاييرهم الخاصة وفق اختياراتهم الخاصة بما يرونه الشخص الأنسب للمرحلة المقبلة. أتوقع أنه نسب المشاركة هتكون نسب يعني كبيرة للغاية، نسب مشرفة الحقيقة، تليق بحجم المصريين في الخارج من ناحية وتليق بالدولة المصرية من ناحية أخرى، لأنه كما تعلمين المصريون في الخارج يلعبون دورا مهما كجسر بين الدول المضيفة وبين الدولة المصرية من ناحية، فضلا عن أنه يعني تبادل الخبرات. أنت عند حضرتك تحويلات المصريين في الخارج هي مكون مهم في عملية البناء والتنمية، وبالتالي الحرص على أنهم يكونوا شركاء في هذه العملية من خلال اختيار رئيس الجمهورية أعتقد أنه أمر له دلالته. النسبة أعتقد أنها هتكون كبيرة للغاية، لأنه كمان ما تابعته من لقاء يعني المصرية في عدد من الدول، ما تابعته أيضا من يعني متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين، أعتقد أنه يعني في هذه الانتخابات ونحن في ظرف استثنائي أعتقد أن لديهم حرص شديد جدا على ممارسة هذا الحق وأداء هذا الواجب. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا تكون انتهت هذه الحلقة من إكسترا انتخابات، كنت معكم فيها نانسي نور، وإلى اللقاء.